أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الأخير يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة إجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة. وذكر في بيان له أن الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بالتعاون مع الأهالي. عز رئيس الوزراء أبناء الشعب بهذا الحادث الجبان. بدوره أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة كربلاء المقدسة عند إحدى مداخلها والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى. حسب بيان لمكتبه، فقد عبر الحلبوسي عن رفضه للخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية والتي تؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا، داعيا الأجهزة الأمنية إلى أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار الخروق الأمنية. هذا وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق لها الحصيلة النهائية لانفجار العبوة الناسفة داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء المقدسة. وقالت الخلية في بيان أن انفجار العبوة الناسفة داخل عجلة نوع جنبي قرب السيطرة الرئيسية قرب مدخل مدينة كربلاء المقدسة أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وجرح 5 آخرين، وهم حاليا يتلقون العلاج في مستشفيات صحة المحافظة. في سياق أمني آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي اختتام عملية إرادة النصر الخامسة التي استمرت 5 أيام بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتفتيش مناطق صحراء الأنبار وصولا إلى الحدود السعودية. وأكدت الهيئة في بيان أن المنطقة المستهدفة بالعمليات تمتد من صحراء الأنبار جنوبية الطريق الدولية المحاذي لكربلاء والنجف إلى الحدود السعودية، وشارك في العمليات قوات الحشد مع محاور عمليات الأنبار والفرات الأوسط وقيادة عمليات الجزيرة، إضافة إلى قوة من العتبة العلوية وفوج عاشوراء. في صلاح الدين، أجرى قائد عمليات المحافظة اللواء الركن عبد المحسن حاتم وضمن زياراته المستمرة لقاطع المسؤولية أجرى جولة تفقدية لأحوال المواطنين في قضاء تكريت، اطلع خلالها على انسيابية الحياة وانتشار القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد وتنسيق العمل فيما بينها. من جانبهم، ثمن المواطنون في تكريت انتشار القوات الأمنية داعين لهم بالتوفيق والنصر الدائم. اليوم عندنا جولة في قضاء تكريت محمد صلاح الدين، واحنا عندنا يوميا جولات حقيقة ليلية في قضاء الشرقاط والعلم وقضاء بيجي، واليوم ان شاء الله في قضاء تكريت للاطلاع على احوال المواطنين والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحشد. وكانت حقيقة يعني كل المواطنين مرتاحين على الأمن والأمان اللي يحل على هذه المنطقة. الوضع الأمني هنا يعني بتكريت صلاح الدين شارع الزهور او كل تكريت يعني قاطبة، يعني الوضع تمام اوكي، نتمنى من الله يبقى هذا الوضع. ليش؟ لان احنا عشنا حياة مأساوية ودمار وقتل وما تعرف، فهسه لا، هسه يعني بفضل القوات الأمنية الجيش والشرطة يعني ايد وحدة، تكاتف، تآخي، الوضع الأمني، أسلوبهم، ناحية كل شيء الحمد لله فضل الله بخير. في موضوع آخر، كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني عن تعهد وزارة الشباب والرياضة بمتابعة ملف إكمال المشاريع وحل معوقات قطاع الشباب والرياضة. بدوره، أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي أن وزارته تبدي تفهمها العالي لمطالب المحافظة والقائمين على القطاع الرياضي من خلال العمل المشترك المستقبلي بين المحافظة والوزارة. بالنسبة للأفكار الشبابية اللي طرحت، عن كان اللقاء السريع أخذنا الأفكار الأولية من برلمان الشباب الممثل في محافظة ذي قار، سيكون لدينا لقاء آخر شبابي إن شاء الله بعد ساعة أو ساعتين، ممكن أن يكون لقاء لرؤية شبابية أكبر، لكن إن شاء الله سيكون هناك أكثر من مشروع يتم تداوله مع الحكومة المحلية بأن ينطلق على مستوى المحافظة وعلى مستوى العراق إن شاء الله، فيحتاج إلى فترة إنضاج، يحتاج هي فكرة موجودة أكثر من فكرة طرحوها الشباب، من حقهم قد يكون تطرح لنا 100 فكرة حاليا،
لأنه يريد ما يريد أي فكرة باله ما يطرقها على أرض الواقع فتكون فائدة له ولإخوان الشباب. أما فيما يخص سؤالك ملعب الإدارة المحلية، كان هناك حيز كبير لمناقشة هذا الموضوع، ووجدنا هناك تعاون واستجابة من قبل معالي الوزير وأيضا الوزارة، وهناك جملة إجراءات سوف تؤخذ خلال هذه الفترة ما بين الحكومة المحلية والوزارة، بعيدا عن صراع الإرادات وعن عادية الأرض وغيرها. اليوم نحن نعمل كفريق واحد مع وزارة الشباب والرياضة، مهمتنا وهدفنا هو خدمة قطاع الشباب وقطاع الرياضة. أعلن مدير عام شركة الأسمنت العراقية حسين الخاقاني أو الخفاجي إطلاق رواتب موظفي شركة أسمنت نينوى المتوقفة خلال الأيام المقبلة. الخفاجي أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن ذلك جاء بعد إكمال التدقيق الأمني للمواطنين المشمولين. كتلة وبعد جهود كبيرة ومتابعات مستمرة باشرت شركتنا الشركة العامة للأسمنت العراقية بإطلاق الرواتب المتراكمة لموظفينا في معاونية السمنت الشمالية في محافظة نينوى. الموظفون الذين حقيقة انتظروا طويلا لهذه الرواتب عانوا خلال هذه الأشهر الماضية. حقيقة كما يعلم الجميع قبل شهر ونصف تقريبا في هذا المكان تم عقد مؤتمر صحفي، وقلنا أن إجراءات التدقيق الأمني للمنتسبين منتسبي شركتنا في محافظة نينوى على وشك أن تنجز، والحمد لله اليوم أنجزت بالكامل بعد ما تدخل حقيقة دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المحترم بتوجيه من سيادته إلى مستشارية الأمن الوطني وإلى جهاز الأمن الوطني بضرورة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالتدقيق الأمني لموظفي المناطق المحررة. عربيا، قالت مصادر أمنية تركية أن أنقرة أرسلت أطباء لإقليمين في جنوب البلاد، كما ألغت إجازة الأطباء استعدادا لتوغل محتمل في شمال سوريا. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن أطباء من مدن كبرى أرسلوا إلى إقليم شانلي أورفا ومردن استعدادا لتوغل تركي محتمل. أفادت مصادر إعلامية بشأن التحالف العربي بقيادة السعودية عملية عسكرية وصفها بالنوعية ضد أهداف شمال محافظة الحديدة في اليمن. يأتي ذلك وسط أنباء عن تحركات عسكرية بمحافظة أبين والكشف عن بوارج تابعة للتحالف العربي تقترب من السواحل. يعبر المجتمعون عن رفضهم القاطع من تحريك تلك العصابات والقيادات العسكرية من مارب والجوف وغيرها من المحافظات الشمالية نحو الجنوب، ويرون أنه تكريس لسياسة الهيمنة والاستقواء، ويعتبرونه اعتداء سافر يعيد للأذهان سيناريو حرب 1994. لا توجد حاضنة شعبية لتلك الميليشيات الغازية التي أتت إلينا من محافظة مأرب وهددت السلم والأمن المجتمعي في محافظة أبين. انعدام تلك الحاضنة أجبر تلك العناصر على الفرار. أيضا القبائل رفضت تواجدها، وأيضا المقاومة الجنوبية كانت واقفة لها بالمرصاد. أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت أرامكو في السعودية. المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفان أشار إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم. مسؤولة بشكل أو بآخر، بغض النظر عما إذا كان هذا الهجوم مباشرا أو عبر الوكلاء، كان ذلك تصعيدا خطيرا مقارنة بما رأيناه من قبل. سنقدم المعلومات للرئيس ليتخذ قرارا بشأن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة لاحقا. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضرورة الحد من التوتر في المنطقة عقب الهجمات على منشآت أرامكو السعودية. أعرب جونسون عن قلقه مما سماه بسلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة. كل العاصمة لندن تحمل دلالات ومعالم واضحة عن حجم الوجود القطري للاستثمار فيها. موقف قطر واضح دائما وتم التعبير عنه بشكل متكرر. يجب علينا أن نقيم علاقات جيدة وبناءة مع إيران،
وهذا نابع من مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. ختام الموجز، وأذكر أنكم تستطيعون متابعتنا على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. إلى اللقاء.